مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج المشهد. حالة من الجمود السياسي ما زالت تسيطر على العراق بعد نحو 10 أشهر كاملة من إجراء الانتخابات البرلمانية. حالة من التعقيد تصيب المشهد السياسي العراقي، حيث تتشابك الأمور ما بين تعقيدات دستورية وتعقيدات قانونية وتشريعية، وكذلك الموقف المتأزم على الأرض. هناك اعتصامات ومظاهرات متبادلة بين الجانبين، تيار مقتدى الصدر التيار الصدري وأيضا الجانب الآخر الذي يسعى إلى إيجاد حل وخروج بهذا المشهد السياسي بمحاولة فرض مرشح له وهو محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء في العراق. ترى ما هي أسباب هذه الأزمة وما هي سبل الحل وما هو موقف مقتدى الصدر النهائي الذي يمكن أن يكون الحل بالنسبة لإخراج المشهد السياسي العراقي من أزمته؟ هذا الموضوع نناقشه اليوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة الجمهورية المصرية الأستاذ ماهر عباس. أهلا بك. اسمح لي نبدأ معا بمتابعة هذا التقرير الذي يرصد لنا أبعاد وآخر تطورات المشهد السياسي العراقي، وبعده نبدأ الحوار. الأزمة السياسية بالعراق مستمرة بعد تعذر التوصل إلى توافق بين الشركاء بسبب تماسك الإطار التنسيقي والتيار الصدري بمواقفهما. وفي هذا الصدد يرى خبراء عراقيون أنه لا بديل عن الحوار للوصول إلى توافقات تسهم في إذابة الجليد السياسي، رغم عدم مشاركة ممثلين عن الصدر في الحوار الوطني. ويشدد آخرون على أنه لا مجال لحلحلة الأوضاع بدون استجابة الأطراف السياسية لرؤية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بضرورة حل البرلمان وإعادة تشكيل المشهد السياسي من خلال حكومة أغلبية وطنية والتخلص من التوافق والمحاصصة. وكان اجتماع الرئاسات وقادة القوى السياسية العراقية قد دعا الأسبوع الماضي لإيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي، مؤكدين ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. المجتمعون أعربوا عن التزامهم بالثوابت الوطنية وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوة والتآزر، حفاظا على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره. من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلاد والمواطنين، مشيرا إلى أن استمرار الوضع القائم غير مقبول. وأشار صالح إلى أن احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي، مؤكدا أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب خاصة بالأزمة الراهنة، وأهمية تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضي في المسار السلمي والهادئ لتجاوز التحديات القائمة. إذن تمسك كل جانب من الجوانب العراقية سواء الإطار التنسيقي أو التيار الصدري بموقفه قد يدفع الدولة إلى مزيد من التصعيد. ما هي سبل الحل وما هي طبيعة المشهد السياسي العراقي في هذه الحالة؟ وإلى أي مدى يمكن للدولة أن تخرج من هذا المأزق؟ أسئلة نطرحها اليوم على الأستاذ ماهر عباس الكاتب الصحفي بالجمهورية. أهلا بك يا أستاذ ماهر. أهلا بك وأهلا بك. يعني في رأيك ما هي أهم الأسباب التي أدت بالعراق للوصول إلى هذه الحالة؟ هي أهم الأسباب من وجهة نظري عدم فهم الشارع العراقي للديمقراطية والصندوق الانتخابي. فمنذ إعلان الانتخابات وفوز طيار بعينه بأغلبية وبدأت المشاكل، الآن مر 10 أشهر على الأزمة ولم نصل إلى حل، واستصعدت الأزمة من سرايا الصدر إلى مظاهرات الأخيرة السلمية إلى تعيين اسم أو مسمى رئيس الوزراء السيد السوداني، وهنا بدأت الأزمة تظهر للسطح وتبدأ تعقيدات ويدخل شيطان التفاصيل في نتائج الانتخابات نفسها والتشكيك فيها وغيرها. الفشل في الشارع السياسي وصل إلى الطريق اللي احنا فيه اليوم. لو شاهدنا مشهد الجمعة أمس
كان خطبة الجمعة فيها شيء من التصعيد أقوى، خاصة والخطيب قريب من السيد مقتدى الصدر، كان هناك تصعيد كبير ومطالب ترتفع يوما بعد يوم. لكن هناك الصوت القوي الآن هو من يجلس في الشارع ويعتصم أمام البرلمان ويطالب بانتخابات مبكرة مرة تانية، إعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات. هذا كله يعقد المشهد العراقي. المشهد العراقي بطبيعته معقد، ما بين سنة وشيعة، والشيعة طيار أكثر من طيار منقسمين على بعضهم، وفشلت الوساطات سواء من جانب جماعة البغزاني أو الوساطات الخارجية لإيجاد حل سياسي للأزمة الحالية. وكان آخر المحاولات هي في جدة أمس أول أمس بالسيد عمار الحكيم عندما سافر والتقى بولي العهد السعودي، نعم، الأمير محمد بن سلمان ونائبه وزير نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين منهم السيد محمد العبان وهو مسؤول في الأمن الوطني السعودي. طيب، هل معنى هذا في رأيك أن الأزمة العراقية خرجت من حدود الدولة وبالتالي وجب تدخل بعض الأطراف العربية للمشاركة ومحاولة إيجاد حلول؟ هو هناك تدخلات كثيرة غير معلنة، ولكن كان طيار الحكمة هو أول طيار يذهب إلى المملكة العربية السعودية، ولكن هناك وساطات كبيرة عربية أعلن عنها أو لم يعلن لحل سياسي في العراق، لكن كل هذا لم يصل إلى طريق يفتح الأفق السياسي في العراق. وجاء الاعتصامات الأخيرة لتعقد المشهد. المشهد الآن معقدا، وكما تعلم هناك أيادي خفية خارجية تتدخل في المشهد العراقي المرتبك أساسا منذ 2003 إلى اليوم. نعم، ما هو الحل في رأيك بالنسبة لهذا المشهد العراقي وخاصة من الجوانب التشريعية؟ يعني البرلمان له مواد معينة تحكم أسلوب اختيار الحكومة وتشكيلها، وكذلك أسلوب استقالة البرلمان نفسه أو حل البرلمان نفسه بمشاركة رئيس الجمهورية الذي هو أساسا يعتبر غير موجود. ما هو الحل؟ هو تصريحات كما شفنا في التقرير الآن برهم صالح رئيس الدولة تؤكد الخروج للحل لابد من حوار وطني واسع بين كل الفئات العراقية والتوافق سواء على رضا بما تم في انتخابات أو إعادة أو إجراء انتخابات مرة تانية. لابد من إيجاد حلحلة لهذا الموقف المتجمد وهذه الاعتصامات التي برغم حرارة الجو تجد الاعتصامات حاشدة ومستمرة، وتتدخل أطراف أخرى تعقد المشهد. لا حل في العراق إلا بالحوار الوطني الذي تم الدعوة إليه، لكن جماعة الصدر رفض حضور أي ممثله، وصعدوا الأمس. يعني من يستمع لخطبة الجمعة أمس يشهد أن هذا مشهد، يعني يتأكد أن هذا مشهد معقدا جدا يحتاج إلى رؤية لصالح العراق. هل الأزمة في رأي حضرتك تعود إلى طبيعة النظام السياسي العراقي وبالتالي يحتاج إلى نوع من التغيير؟ بالتأكيد النظام جزء من الأزمة وإن لم يكن كلها، لأن بعد الاحتلال الأمريكي وبعد العودة إلى الحل والمرحلة السابقة، المشهد كاملا لم يحدد آلية محددة يحترمها الشارع العراقي، إضافة إلى الحديث عن الفساد. يعني دولة نفطية كبيرة، هناك حديث كبير عن الفساد وهو ما يرتكز عليه جماعة السيد مقتدى الصدر. السيد مقتدى الصدر في يده الحل في حالة الموافقة على اكتمال حوار واسع بين كل طوائف الشعب العراقي، السنة والشيعة و كرد وغيرهم، لكي يعني يضعوا
ميثاق عمل جديد أو دستور جديد أو خريطة طريق كما سماها السيد برهم صالح لإيجاد حل في العراق أو فترة انتقالية حتى تتم الانتخابات مرة تانية. والشارع العراقي الآن ومطلوب إصلاح بعض ما تحدث عليه الشارع من فساد وغيره، لأن هذه أزمة شارع قبل أن تكون أزمة انتخابات. نعم. أيضا طيب، الصدر اليوم قال إنه قدم للأمم المتحدة مقترحا وللقوى السياسية أيضا العراقية مقترح بإجراء حوار شامل، لكنه في نفس الوقت قال إنه لن يجالس من يستهدفونه هو شخصيا، يعني من يهددونه بالعنف. كيف تقرأ هذا الموقف، وما هي سبل الخروج من هذا التعقيد؟ يعني هذا الموقف من السيد مقتدى الصدر انا اعتقد انه هو يعقد المشهد، واللجوء الى الامم المتحدة هو تدويل مشهد داخلي. كان يجب ان يكون هناك حوار وطني داخلي في العراق، لان اهل مكة ادرى بشعابها، يعني لن يحل المسألة العراقية الا العراقيين انفسهم في طوائفهم المختلفة. وكان السيد مقتدى الصدر في طرحه للحوار شيء إيجابي، لكن الأمم المتحدة لن تحل المشكلة العراقية، بل ستدخل أطراف أممية أخرى قد تعقدها وتكون مشكلة مزمنة كما رأيناه في كثير من الدول التي اتخذت هذا. وبالنسبة لها كمنظمة يعني ربما ينحصر دورها في حث الأطراف على الجلوس معا لإجراء الحوار. لن يزيد دور المنظمة يعني على غرار المشهد الليبي. على غرار المشهد اللي بالضبط، انا ما كنتش عايز اقول النقطه دي بالضبط عشان ما نشبهش شيء بشيء، لكن هي بتعقد الاتجاه الى الامم المتحده. كان في دوله اجريت فيها انتخابات برقابه دوليه وظهرت نتيجه وكذا، كان على السيد مقتدى الصدر ان هو يحترم الشارع العراقي والمصالح والسيادة العراقية، ولا يجلأ إلى الأمم المتحدة في قضية لن تقوم الأمم المتحدة بدور، غير يبقى الحال على ما هو عليه ويظل الشارع العراقي مرتبك، وتظل الدولة العراقية التي نبحث عنها بسيادتي على أرضها بعيدة عن هذا الحلم الذي كنا نتخيل أنه تم بالفعل في الفترة السابقة قبل الانتخابات. يعني دولة نفطية، دولة لها دور محورية في المنطقة العربية، تحتاج أنا أعتقد أن كان عليها أن يلجأ إلى الجامعة العربية أو يلجأ إلى محيطه العربي، محيطه الخليجي كما اتجه السيد عمار الحكيم، دون أن يلجأ إلى الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة جزء من ورطة العراق في التسعينات وبعد 2003. يعني وهنا السؤال، إلى متى يستمر هذا المشهد في العراق؟ هذا المشهد في العراق، وهي دولة فيها كما قلت لك متعددة الطوائف والأعراق، ممكن أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ويبقى بندخل على تقسيم العراق وليس محاصصة البرلمان وغيره أو الوزارات وغيرها. لابد من حوار وطني جاد برعاية عربية أو برعاية الجامعة العربية، وتجلس كل القيادات العراقية على مائدة حوار وطني خالص النية للحفاظ على العراق والمضي قدما كما كان يعتقد البعض قبل الانتخابات بشكل مباشر إلى بناء الدولة العراقية التي حتى الآن تحتاج إلى الكثير من التعمير والكثير من إعادة المؤسسات العراقية، والعراق كدولة محورية تقوم بدورها في الشرق العربي بشكل جيد، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. السيد البغزاني حاول وفشل، وآخرين وقيادات خليجية حاولت وفشلت، وكثير من الدول العربية حاولوا التدخل مع القيادات الموجودة على الأرض في العراق، لكن السيد مقتدى الصدر ارتضى أن يكون الشارع هو الحكم. نعم. والشارع قد يكون رأي الشارع مهم، لكن يؤدي إلى فوضى اللي هي نراها الآن. هل موقف الشارع العراقي سيظل هو الحاكم الأول والمحرك الأول للموقف السياسي أم العكس؟
الشارع دوره مهم، لكن في غياب المعلومات وظهور الفتنة في عصر السوشيال ميديا يظل الشارع مؤدلج ومؤجج بأنباء غير دقيقة وأحاديث غير موثوقة. عندما تسمع عن حديث عن الفساد والقنوات العراقية ما أكثرها، تجد أحاديث متناقضة كثيرا لدرجة أنك تجلس مرتبك أي من الأطراف على حق. يعني لا تصدق الإعلام قايم بدور كل يعني كل تيار يوجه اتهاماته، كأنها مباراة لكرة القدم بين أندية مختلفة في الدوري يعني. لكن من المفترض أنه لو حدثت انفراجة في الأوساط السياسية والسياسيين سيحدث أيضا هدوء وانفراجة في الشارع. بالتأكيد، وده يحتاج إلى حكماء العراق وقيادات العراق، والعراق مملوءة بالقيادات بالخبراء السياسيين والدبلوماسيين والقيادات الدينية المختلفة وكل الطوائف. الحكماء عليهم أن يجلسوا إلى كلمة سواء لإنقاذ العراق من هذا الجمود والانسداد كما تفضلت في مقدمتك الموجود في الشارع العراقي حاليا، لأن هذا يعني وصل إلى طريق مسدود بشكل يعني يؤدي إلى تصعيد آخر وتدخلات أخرى لا نعرف، لا نستطيع التنبؤ بما يحدث لهذا البلد العربي الشقيق. يظل أيضا الخلاف بين التيارين على اسم معين وهو محمد شياع السوداني. هل لو حدث تغيير في هذا الاسم وتم طرح شخصية أخرى جديدة لرئاسة الحكومة، هل هذا يكفي لإحداث الانفراجة في الموقف، أم الاختلاف على هذا الشخص يعني تحديدا أو المسؤول ليس هو الحل الكافي للأزمة؟ أنا أعتقد هي شماعة فقط، لأن كان من الممكن من اعترف على السيد السوداني يقدموا الاسم البديل ويطرح للشارع في بلد فيها برلمان تم انتخابه وبشهادة أممية وغيرها. أما الحديث عن تزوير انتخابات أو المحاصصة أو غيرها، أعتقد هذا كمان سبق أوانه، لم يحدث انتخابات تمت منذ فترة. تتحدث عن رئيس حكومة اليوم ويرفض الاسم، لماذا لم يرشح البديل أو يقترح بديل؟ هو الذي يبحث عن الحل والخروج من الأزمة طرح اسم بديل. أنا أعتقد كما تفضلت، لماذا لا يطرح اسم بديل في العراق والعراق مملوءة بالأسماء والخبرات وتقبلوا كل التيارات العراقية. أما الاحتكام إلى الشارع هو كما قلت لك لا يحل المشكلة، وقد يؤدي إلى فوضى لا تحمد عقباها. هنا نسأل أيضا بالنسبة للتيار الصدري تحديدا، يعني هل خرج من عباءة أنه تيار ديني إلى اتخاذ عباءة أخرى وهي أنه تيار سياسي؟ هل هذا يعد أيضا يعني واحدا من أسباب الأزمة العراقية، تدخل الدين في السياسة؟ هذا جزء يعني بحكم معرفتي بالسيد مقتدى الصدر أيام الرئيس السابق صدام حسين، ووضعه كان معروف، ويوم المقابلة مع صدام حسين، ونعلم تماما ماذا قال له وهو ماذا قال الرئيس السابق صدام حسين. كان يبدأ كطرف ديني يعني، لكن دخل في هذا المحور بشكل كبير واعتمد على شعبية. لا ننكر أن له يد يعني في الشارع، وهو محرك جيد للشارع كما رأينا في بغداد ورأينا في النجف ورأينا في أماكن كثيرة من المدن العراقية. أعتقد ما يكون به الحل في يد مقتدى الصدر وآخرين إذا التأموا، لأن من يعقد المسألة عدم حضور أو موافقته على الحضور للحوار. لديه مطالب تناقش ولديه رؤية تناقش، وهنا فتح مجال الحوار هو الحل الأقصر والأسلم للمسألة العراقية المعقدة حاليا. يعني المسألة معقدة جدا، والأطراف التي تتدخل الغير معلنة كثيرة، لكن تتحسس الخطى لأن صعب التنبؤ بما يحدث في التيارات المختلفة في العراق. وجلسة الحوار الوطني غاب عنها التيار الصدري،
ما هو لا اي ممثلين منعهم السيد مقتدى الصدر اي من ممثلين من المشاركه، فهو عقد الحوار وهو جزء مهم من هذا الحوار، فلا حوار بدون حضوره بشكل كامل، لان اذا خدت رؤيه في الحوار الوطني على من ستطيب؟ الراجل ارتضى بان الاعتصام امام البرلمان والاعتصام في الشارع، وكما راينا في صلاه الجمعه يعني له حشد كبير وحشد مقابل حشد، التيار الصدري والتيار الموازي كله اصبح مرتبك في مشهد واسع في العراق لا يعيد الهدوء اليه الا الجلوس على طاوله الحوار الوطني من اجل انقاذ العراق. طيب الآن ما هو الحل يعني الذي إذا حدث يخرج الدولة من هذا المأزق؟ أنا يعني من وجهة نظري العراق تحتاج إلى حكيم وليس طيار الحكمة، إلى حكيم يعيد العراق إلى خريطته الأساسية ويرسم خريطة الطريق من أجل بناء العراق برلمانيا ورئاسيا وإعادة بعض القوانين التي تعقد المشهد العراقي، وهذا لا يتم إلا إذا كان هناك برلمان وإعداد جديد، ربما دستور جديد، ربما ميثاق عمل جديد لتوائم الطوائف المختلفة، التيارات المختلفة، سماهاش طوائف، التيارات المختلفة في العراق. الشارع العراقي يئن اقتصاديا ومرتبك سياسيا، والمشهد في عالم يعني جاءت الأزمة وسط تحديات مهمة في المنطقة، إيران في ملفها النووي، الحرب الروسية الأوكرانية، مشهد معقد عالمي، أزمة اقتصاد كبيرة، العراق جزء من هذه الأزمة كدولة عربية نفطية متأثرة بالتأكيد، فالشارع العراقي يحتاج إلى الحكمة والهدوء لكي تعود الأمور إلى نصابها. نعم، ينضم إلينا أيضا الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية، أهلا بك دكتور حامد. العراق الآن يعني يحتاج إلى هذا النوع والقدر من الحكمة لإخراج الدولة من هذا المأزق أو هذه الأزمة، في رأيك ما هي سبل الحل بالنسبة للعراق إذا كان المشهد السياسي محكوما بالدستور وهناك قواعد معينة لحل البرلمان وإجراء الانتخابات وهو الأمر الذي يعني يبدو بعيدا حاليا؟ دكتور حامد، بتمر بي الدولة العراقية في ظل تمسك كل طرف بمحاولة تحقيق أكبر مكاسب ممكنة على حساب مصلحة الشعب العراقي، حتى المبادرة التي أعلن عنها مصطفى القزم رئيس الوزراء العراقي لم يكن بها التيار الصدري ورفض الحضور بها والجلوس على مائدة مفاوضات واحدة مع الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي فوض هذه العمر فقط في حضور هذه الاجتماعات، وفي ظني وتقديري أن الأزمة في العراق تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، في ظل أن هناك يعني تجاذبات سياسية وانتقل الصراع من الغرف المغلقة إلى الشارع، وأصبحت المظاهرات هي المتحكمة والمتسيدة في المشهد العراقي، وفي ظني وتقديري أن الأمور أصبحت يعني صعبة على واقع الأرض في ظل أزمات متعاقبة بتمر بها الدولة العراقية منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر 2021. نعم، وإذا تدخلت المرجعية الشيعية العراقية ممثلة في السيستاني في هذا المشهد، هل يمكن أن تصل إلى حل توافقي بين مختلف الأطراف؟ في ظني وتقديري أن هناك إرث تاريخي ممتد منذ العام 2008 بين نور الملكي ومقتدى الصدر، وهذا الإرث التاريخي له انعكاسات سلبية خطيرة على المشهد في العراق، في ظل أن يعني كانت هناك تصريحات صادمة من نور الملكي تجاه مقتدى الصدر بأنه قاتل وسارق، وهذه المشاحنات وهذه التعليقات والتصريحات كان لها أثر سلبي كبير على مجمل الأوضاع في العراق، في ظل أننا نشاهد الآن يعني حشد وحشد متبادل واستمرار الاعتصام المفتوح في أمام البرلمان العراقي،
وفي ظل ان الاطار التنسيقي يريد ان يكون هناك تشكيل حكومه توافقيه منضمه اليها التيار الصدري، ولكن التيار الصدري يرفض هذا المشهد، وبالتالي على كل طرف ان يغلب المصلحه العليا للدوله العراقيه وان يكون هناك واقعا جديدا ووضع خارطه طريق مرورا باجراء انتخابات يعني مبكره. وفي ظني وتقديري انه حتى لو على فرض تم اجراء هذه الانتخابات، يعني كانت انتخابات اكتوبر 2021 كانت ايضا انتخابات مبكره، وفي ظني ان الحل في العراق ياتي باحترام نتائج الصندوق واحترام اراده الناخب العراقي، وهو ما لم تقم اي من الاطراف باحترام اراده الناخب العراقي وتريد ان تنقلب على الشرعيه، وهو ما زاد المشهد تعقيدا في العراق. مساله او فكره يعني تعديل مفوضيه الانتخابات وضروره تأجيل مناقشة آليات تشكيل الحكومة الجديدة، هل هذا الأمر يعني يزيد الأزمة تعقيدا أم قد يكون نوع من التهدئة؟ في كل الأمور وفي كل الأوضاع العراق يمر بمنعطف خطير يعني يؤثر على مقومات ومؤسسات الدولة العراقية. يعني إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لن تستطيع أي طرف أن يعني يعترف بنتائج الانتخابات. يعني شاهدنا في اكتوبر كما اشرت لحضرتك ان بعد اجراء الانتخابات بحوالي يعني 3 أسابيع وبعد اقرار المحكمه الاتحاديه العليا في العراق بنتائج الانتخابات، كيف خرجت المظاهرات من قبل بعض التيارات المواليه لايران اعتراضا على حصول التيار الصدري على الاكثريه في هذه الانتخابات ب 73 مقعد، وبالتالي احترام نتائج الصندوق واحترام إرادة الناخب العراقي وأن يكون هناك جلوس على مائدة حوار واحدة، وكيف فشلت المحاولة التي أراد مصطفى القزمي من تقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والإطار الصدري في رغبة كل منهم. ده يعني الإطار التنسيقي حضر فقط هادي العمري ولم يعني لم يعني بقيادات باقي التيارات لم تشارك، بالاضافه الى عدم ممثل لاي من التيار الصدري في هذه الاجتماعات، وبالتالي الكتلتين الاكبر في العراق كل طرف يريد ان يتمسك ب يعني طلباته ويريد ان يحقق اكبر المكاسب الممكنه حتى وان كانت هذه النتائج على حساب الشعب العراقي. طيب الان دكتور حامد، يعني اذا اتفقت يعني معظم التيارات والاطراف السياسيه العراقيه على اجراء حوار وطني يعني قد ينتج عنه اجراء انتخابات جديده مبكره، هل يقبل الشارع العراقي بهذا القرار؟ حالة انقسام حادة. هي المشكلة ليست في إجراء الانتخابات يا أستاذ أحمد كما أشرت لحضرتك. إجراء الانتخابات يعني الانتخابات أكتوبر الماضي كانت أيضا انتخابات مبكرة. المشكلة الأكبر هو الاعتراف بنتائج الصندوق. اعتراف كل طرف. هذا هو السؤال الذي طرحته على حضرتك. في حالة إجراء انتخابات جديدة من أجل إرضاء كل الأطراف، هل بعض الأطراف ستقبل بهذه الانتخابات أو بفكرة عقد انتخابات جديدة؟ لا، انا في ظني وتقديري ان بعض الاطراف لن تقبل بهذه الفكره على اعتبار انه يعني المأزق في العراق هو مأزق يعني سياسي بحت بين كل الاطراف في العراق، وحاله المشاحنات والسجال السياسي كان لها انعكاسات خطيره على مجمل الاوضاع في العراق، وبالتالي اذا ارادت كل القوى ان يجتمعوا على اجراء انتخابات لابد ان يكون هناك تعهدات من قبل هذه القوى باحترام نتائج الصندوق وان يكون هناك مراقبه دوليه حقيقيه لنتائج الانتخابات في العراق وايضا من قبل الجامعه العربيه، لكي يكون هناك اعتراف بنتائج هذه الانتخابات وان يتعهد كل فصيل سياسي باحترام نتائج الصندوق، وهي النقطه الرئيسيه التي لابد من ان تتم لكي يتم البناء عليها بعد ذلك، لان الانتخابات البرلمانيه في العراق هي اساس لاي بناء دستوري، سواء بعد ذلك لانتخاب رئيس للدوله العراقيه او اختيار رئيس وزراء، وبالتالي كل المؤسسات في العراق تبنى على اساس انتخابات برلمانيه، لابد من الاعتراف بنتائجها، ولابد لكل تيار ولكل طرف في العراق ان يحترم نتائج هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربيه. أستاذ ماهر عباس، الآن يعني ما هي طبيعة أو ملامح الحلول السياسية المطلوبة بالنسبة للعراق؟ هل التبكير بانتخابات جديدة
أما حل البرلمان أم ماذا؟ وجهة نظري وهي وجهة شخصية، لكن من المشهد العراقي لابد من جلوس نجاح الحوار الوطني أولا، وما يصل إليه الحوار يتم سواء انتخابات مبكرة، لأن بدون انتخابات مبكرة ليست وحدها الحل، لابد حوار وطني شامل بين كل أطياف السياسة العراقية، وأن يكون هناك ميثاق عمل على احترام ما يخرج به هذا الحوار من بنود و يعني لكل الأطراف العراقية، وبنفس الوقت إذا أجريت الانتخابات يكون هناك احترام لهذه الانتخابات وللصندوق، لأن الانتخابات السابقة كما تفضل ضيفك الكريم تمت مبكرة أيضا، وكان السيد القاسم مصطفى القاسمي دعا لحوار وفي نفس الوقت لم يسمع لهذه الدعوة أو لم تلقي النجاح حتى الآن. في نفس الوقت أنا برى أن على الدول العربية أو الجامعة العربية أن يكون هناك يعني مندوب متجول بين كل هذه الأطياف لإقناعهم بالجلوس للمشاركة في الحل، للحوار الوطني أولا يكون هناك دور مهم. وكنت أتمنى من السيد مقتدى الصدر أنه لا يلجأ للأمم المتحدة ولكن يلجأ إلى الداخل العراقي ومن بعد الداخل الخليجي والعربي. نعم. من هنا تأتي أهمية زيارة الحكيم للسعودية؟ بالتأكيد بالتأكيد زيارة الحكيم للسعودية، السعودية تظل دولة مهمة في خريطة. هل تملك أوراق للحل؟ لا تملك أوراق للحل، لكن كان هناك اتصالات مع السيد مصطفى القاسمي ومع كثير من الفعاليات العراقية، لهم علاقات مع المملكة العربية السعودية والسيد مقتدى الصدر نفسه وآخرين وعلاوي، كل القيادات وكل القيادات العراقية لها علاقة مع المملكة العربية السعودية، وكما لها علاقات مع دول أخرى في المنطقة. أنا أعتقد هو الحل لابد أن يبدأ كحل عراقي عراقي ومشاركة عربية لرأب الصدع بين الفئات التيارات المختلفة في العراق. نعم. هناك أيضا واحد من أسباب الأزمة وهو ما يسمى الفساد، يعني بعض الأطراف توجه هذا الاتهام يعني على حرياتها. يعني هو كما قلت لك ان قنوات الاعلام كل طيار له قنواته وكل طيار عنده ازرعته، واصبح العراق محل كثير للاشاعات عن الفساد. انا لا اقول ان الفساد غير موجود، لكن حال الشعب العراقي في دولة نفطية غنية بهذا الشكل هذا يعكس أن هناك فسادا موجود في داخل العراق، لكن هذا الفساد ليس إصلاحه بأن أجمد الشارع العراقي ووقف الإنتاج في العراق وأربك المشهد السياسي والاقتصادي، لكن هناك مؤسسات تقاوم الفساد ومؤسسات يستطيع المواطن أن يشير إليها ويواجهها ويكافحها. لكن ما يحدث هي يعني للآن مجرد اتهامات تلقى بدون وثائق بدون تأكيدات، كل يملك قنواته وأزرعته الإعلامية، وهذا يؤدي لتهييج الشارع العراقي تأجيج الموقف وتأجيج الموقف. لكن لا أستطيع أضع يدي وأقول هناك فساد بعينه، لكن هناك فساد موجود، وهذا يجب على طبعا كان مطلوب من حكومة السيد مصطفى القاسمي أن تنقب عن هذا، لكن كان الحكومة عليها ما عليها، فرأى الرجل أن يسير بالمركب ويفر بالسفينة إلى بر الأمان، وإن المؤسسات القانونية هي التي تواجه الفساد. لكن السيد مقتدى الصدر أراد كما شفنا في خطاباته وشفنا في الحشد والحشد المضاد، طبعا هذا ليس حلا، يعني عندما تتحول المسألة إلى غوغائية سياسية أعتقد ليس حلا. العراق يحتاج كما قلت لك إلى حكيم يجمع كل الأطراف أطراف اللعبة العراقية. نعم. من داخل العراق لأن بيدهم الحل.
ووفقا لكلام حضرتك بالنسبة للحكومة تحديدا، ما هو دور الحكومة العراقية في المرحلة الراهنة في محاولة يعني فك الاشتباك بين الأطراف؟ الحكومة في مرحلة فك الاشتباك، انت في حكومة أمامها شارع مكتظ بالبشر، وأمامها شارع تخشى الحكومة أن ينفجر الشارع وتتحول المسألة إلى تصعيد لا نتمناه، أن يصل إلى مرحلة اقتتال، وخاصة السلاح موجود وكل شيء موجود، الأمر سلمي حتى اللحظة الآن، لكن هذا السلم لا يستمر طويلا. وكما قلت لك، هناك من يغذي تقسيم العراق، وهذا نقطة الخطر الكبيرة، تقسيم العراق. والخلاف الشيعي نفسه مشكلة في العراق، لأن والتدخلات الخارجية من خارج العراق جزء من الأزمة، يعني لا نستبعد عن الجوار العراقي جزء من الأزمة التي تحدث الآن في العراق. وما زيارة الباكر عمار الحكيم إلى السعودية إلا لإيجاد مخرج لهذه التدخلات، لأن هناك انقسام شيعي عليه أن يلتئم أولا ويجلس على حوار ثانيا. وبالإضافة لكلام حضرتك، طبعا نشير إلى جزئية مهمة، هي أن الحكومة حكومة تسيير أعمال في المقام الأول، وفي المقام الثاني لا يحق لها أساسا أن تطالب بحل البرلمان، فالبرلمان أساسا هو الذي يشكل الحكومة. يعني بالضبط، الحكومة دورها تسيير أعمال تنتهي على ما يأتي، ما يتم التوافق عليه من البرلمان لرئيس الحكومة الجديد، لكي تتم العملية البرلمانية ورئاسة الحكومة، لأن هو نظام رئاسي السيد برهم صالح يعني مش هقول غير موجود، لكن يرأس ولا يحكم يعني. فأنا أعتقد الوضع الآن في العراق لا حل فيه سلمي إلا بجلوس كل الأطياف السياسية في العراق على مائدة مفاوضات، تترك المصالح الذاتية والشخصنة، ويكون العراق هو هدفه ومصالح العراق العليا، وبناء العراق كدولة نريدها في الخريطة العربية كما يطمح الشارع العربي، لأن العراق دولة مهمة في شرقنا العربي، ولكن التدخلات الأجنبية منذ عام 90 إلى اليوم، والعراق تعرض لأحداث جسيمة، 32 عام من الحروب، وقبلها 10 أعوام حرب بين العراق وإيران، هذه ولدت أشياء كثيرة لدى الشارع العراقي. ومن هنا لابد من جلوس العراقيين مع بعض في دائرة حاكمة لمصالح العراق نفسها. نعم، هل يمكن القول في رأي حضرتك أن طرف الخيط الأساسي بالنسبة لحل الأزمة العراقية هو توافق القوى والتيارات العراقية أولا على ضرورة تعديل للدستور، بحيث يمكن حل البرلمان وبالتالي حل مفوضية الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة؟ بالتأكيد هذا جزء أستاذ أحمد من الحل. يعني أنا مش عايز أرجع وأقول، لأن مجلس القضاء الأعلى يعني هو نفسه يعني يرى أنه ليس من حقه أن يحل البرلمان، ولا من حقه الدعوة للانتخابات. لابد من إيجاد مخرج، لأن الوضع لا يمكن، لا انتخابات ولا سياسة ولا رئيس وزراء، أنت في لا دولة. هذا وصلنا إلى الحالة اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي قبل مؤتمر الطائف، ولكن يعني العراق من سيقيم لها مؤتمر على غرار ما تم للقضية اللبنانية في السابق؟ لابد على العراقيين أنفسهم، القيادات العراقية تترك مصالحها الشخصية وطيارتها التي تغازل بها الشارع، وتضع مصالح العراق العليا كدولة عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية أهم والأولويات، وليس المصالح الشخصية. شكرا جزيلا. شكرا لك الأستاذ ماهر عباس، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون العربية بصحيفة الجمهورية. أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا سيدي. مشاهدينا، نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.